أما بالنسبة للمالتيبلكسر فزي ما حكينا بدنا نستخدم ال 74 ال S151، وشفنا التروث تيبل لإله أو اللي هون مسميه بالداتا شيت الفانكشن تيبل، وهون في عنا الإنابل بن اللي هو مسميه أس، لازم يكون مشبوك مع اللو تنقدر نشغل هذا المالتيبلكسر. ال A وال B وال C اللي هن السيلكتس بيكون لو، حيكون عنا ال output هو ال D0. أما لما تكون ال A high وال B وال C low فحيكون ال D1، وتناقشنا في كل ال function table هذا. خلينا هسا نبنيه مع بعض على المالتي سيم ونشوف إذا بيعطينا ال truth table نفس الموجود في الداتا شيت أو لا. حكينا بدنا نستخدم المالتيبلكسر اللي هو ال 74 ال S 151 هحتاج كمان VCC هنحتاج ground single ball double throw بحتاج 3، واحد لل A واحد لل B واحد لل C. هذا مع ال A هحتاج واحد لل B واحد لل C. وراح أشبك الـ enable bin مع الـ ground. والـ output عنا اللي هو Y و W، وحكينا عنهن هون بالتروث تيبل شو ال Y وشو ال W. بهاي الحالة مش هاممني غير ال Y، فبس بدي أشوف ال Y، وال W حتكون عكسها بس. طبعا نقدر نشبك ال D0 لل D7 مع سنجل بول دبل ثرو زي هدول، او بنقدر كل واحد فين مرة بدي احطها على ال VCC ومرة على الجراوند، لانه هيصير في عنا كثير سويتشز هون وحتغلب بالتوصيلة. فانا مباشر بس بدي اشبكها مرة على ال VCC ومرة على الجراوند. خلينا نعمل رن. تمام، زي ما احنا شايفين ما طلع عنا لسه اوتبوت. خلينا نشوف التروث تيبل بالداتا شيت. لما تكون ال A وال B وال C كلهن لو أو كلهن زيرو، حيطلع ال output اللي هو ال D0. فخلينا نحطهن كلهن زيرو ونشوف ال D0 أشبكها مع ال VCC. فعلا زي ما احنا شايفين ال D0 طلعت على ال output. لو بدي أحطها على ال ground رح يعطينا ال output 0. خلينا نجرب نحطها على ال ground. هون أعطانا الـ output 0، فهون بالحالة الأولى حيكون الـ Y هو الـ D0. لما تكون الـ C0 والـ B0 والـ A1
سي زيرو والبي زيرو والاي وان، حيطلع عنا الدي وان. خلينا نشبك الدي وان مع البي سي سي ونشوف اذا هل فعلا حيطلع الدي وان ولا لا. فعلا طلع لنا الدي 1، فهون بالتروث تيبل نقدر نحكي انه بطلع الدي 1. لما تكون الاي 0 والبي 1، الاي 0 والبي 1 والسي 0، فالمفروض يطلع لنا الدي 2. فهون حيطلع الدي 2، هاي طلعت الدي 2. طبعا انتو شباب عندكم حطوا السنجل بول دبل ثرو على كل واحد من الانبوتس هدول حتى تشوفوا كل الحالات بحالة ال 1 0. تمام، فهون دي 2، ولو كملنا بالتروث تيبل حنلاقي برضو دي 3 دي 4 دي 5 دي 6. خلينا نجرب الحالة الأخيرة برضه مع بعض، اللي هي لما يكون كلهن واحد مفروض يعطينا الدي 7. هحط الدي 7 على الخمسة فولت مفروض يعطيني هاي، ولو حطيت الدي 7 على جراوند راح يعطيني لو. بهذا الشكل فهون دي 7.